سموحة عبده، عبده عريس جديد والله. شاب حلو بس ما عبده عريس، ما يعني ما في، مش مجوز الله يزيده وبعت له اللي بيريده وكل اللي بده يتجوز يوقف يوقف ويرفع ايده يرفع ايده. ليك كم شاب فيهم، ليك كم شاب فيهم. نسقف لها سبوحة. أنا يعني حبيت ولي عهد الكويت زمان. إيه بدي أسألك، أول حب مين كان؟ أول حب كان عن الخطيب، كان شاعر ورئيس إذاعة صوت أمريكا، كان مثل القمر وأكبر مني يمكن 20-30 سنة، كنت أنا 14 سنة. أنت يا بتحبي الأكبر بكتير يا أصغر بكتير؟ إيه شفتي؟ لا بهالعمر بحب الأصغر، بس زمان كنت بحب الأكبر. إيه مظبوط. طبيعية طبيعية نعم. إيه زمان كان كتير كتير، هو مدرستي يعني، هو مدرسة الفنية لهلا ما بنساه بحياتي أبدا. جوزتي شي؟ لا، وقت رحت عملت أنا فيلم بمصر صاروا لحبوني يلحقوني ما عبرون، يعني عرفت كيف؟ إنه أنا صرت مهمة، إنه أنا صرت مهمة بالسينما وهيك، مع إنه كنت بتمنى أخده. بعدين الواحد بصير يفكر ليش ما أخذته، هيك بالأول بكون مهووس بشغله. إيه وحبيت ولي عهد الكويت كمان، حبني كتير ودللني كتير وهيك، واخدني على الكويت وقت لما بعد كانت الطرقات رامل له هيك، لقال لي بدي اتجوزك بالكويت. رحت قعدت مدة، بعدين لقيت شي يجيب لي تذاكر لفيلم، قلت له هيدا هاني كان سكرتيره، شو القصة؟ قال لي الكويتيين مش راضين المسؤولين انه انت فناني وبتغني، وكان الفن عيب زمان، ويتجوز. بس ليش ما بفوقه بالاول بفوقه بالاخر؟ ايه شفتي فوق بالاخر، عمل لي صدمه. عملك مطار؟ قال مزبوط كان ايه عمل مطار. ايه ايه كثير. هلا ليش انا بحب الكويت لهلا؟ من ورا هالشخص. بعدين اخذ ست شاعره كثير كويسه وهيك، فصار يجي على لبنان ليشوفني. نحن عندنا فوق هودي بينزل فيهم مي، شو بيقولوا عليهم؟ اتخبى وراهم خزانات. ايه نعم. اهرب منه اطلع اتخبى ورا الخزانات. ايه وين ما يروح بده يشوفني اتخبى معه. بس حبيتيه بالاول؟ ايه خبرتيني شوي. حبيتي بادي جارد مين؟ مثل الفيلم يعني. لا لما كنت بامريكا. نعم. قد ما التموا علي الناس فاجا بادي جارد. هي اي سنه؟ هي السنه الماضيه. السنه الماضيه مش من بعيد. نعم. اجا بادي جارد وشاف الناس علي، قال لك منيح هالست هيدي، غمرني ليطلعني من بين الناس. قلت له اوعى تتركني قد ما هو حلو. دونت ليف مي يو ار. انت هو انت خايفه من الناس. دونت ليف مي، دونت ليف مي، صرت ما عبشي فيه. وهو شو عمل ساعتها؟ هو لطيف معجب مهم، بس انه بتعرفي بشغلته ما له عين انه يتمادى اكثر، عرفتي؟ يعني في دائما مشكله عم توقف وحاجز كان. واللي انا بحب اتولن كثير كمان، مهضومه بهالقصص. هيدي عم تمزح معنا، عم تعطيني. بحب الدنيا، الدنيا حلوه. الدنيا حلوه. شو في هالدنيا؟ مكاتيب الغرام اكيد. إيه؟ انت اجاك كثير مكاتيب. بلا زمان. إيه؟ زمان لما كان محمد سلمان بمصر وعم مثل فيلم انغرم فيي، واعتز على النجاح، هذا قبل نجاح. فانغرم فيي وصار يبعث لي مكاتيب وانا ابعث له. تكتب يعني كتيب غرام. إيه؟ شو قلتي له مثلا؟ شو جمله بتتذكريها؟ إيه؟ حلوه. حبيبي اشتقت لك، عينيك منخيرك من عينيك عم توصفي يعني. يعني وهالقصص هيدي. وبدي اشوفك وبدي هيك. ضلوا الكتيب معه، كنت خايفه انا انه بس اكبر شوي يرجع يفرج الكتيب لحدا او ينشرهم. حكيت واحد اسمه انطوان نحاس كان يعمل افلام، كان يحبه لسلمان. قلت له قشط لي الكتيب الله يخليك. عم تسترجعيهم كل هالكتير؟ ايه اخذهم منه، اخذتهم خزقتهم. حتى ما حدا يخلي عليكي ممسك انك حبيتي حدا. ماشي. حورية، انت بتحب الانترنت ولا لا؟ عندك علاقة بالانترنت او لا؟ عندي. عندك وعندك علاقات عبر الانترنت؟ لا. ما حبيتي حدا؟ ما حدا بعت لك شيء كلمة؟ لا يعني ما مثلا دايما بكلم اخويا في امريكا، بكلم اختي. نعم. بس في مره حاجه حصلت ان غصب عني دوست حد عايز يدخل على MSN، وغصب عني دوست اوكي، فعمال يتكلم ويبعت وانا ما بردش،
فما تفهميش ازاي دخل على الكمبيوتر بتاعي وغير لي الباسورد بتاعتي وبوظ لي الكمبيوتر عشان ما بردش عليه. نعم. فمن ساعتها انا ما بدخلش خالص على الحاجات دي. خلاص ما عادش بدك، خفتي. الموضوع بيخوفك على كل حال. الانترنت هو موضوع جديد، يا في ناس بيحبوه كتير ما هيك بيعشقوه كتير مثل مرلان. على فكره اعرف ناس كتير تعرفوا ببعض على الانترنت واتجوزوا كمان. يبدو انه هلا في كتير نسبه عاليه من الزواجات عم بتصير عبر هالانترنت، يعني عبر هذه الاليه اللي بتقرب بين الناس، وان شاء الله تضل مستمره هذه الحياة، وبدلكم تروحوا على الأردن وتشوا على لبنان وتخلوا الإنترنت لأمور تانية. مش بس هيك، اليوم في عنا أمراء، في عنا أشخاص كتير، بس في شيء ملفت بين المسؤولين والإعلاميات. مثل ما بنعرف الأمير الإسباني يلي تزوج من مذيعة، وعندنا خبرية أخرى كمان بدنا نسمعها هلأ، مسؤول مصري وزواج من فتاة إعلامية اجت تعمل له مقابلة. نشوف سوا. سجلت معاه، وبعد ما سجلت معاه بسنة اتقابلنا في معرض. أنا كنت عارفة إن هو رايح هذا المعرض وشفته في هذا المعرض وهو جنبي في المعادي. من لقاء تلفزيوني واحد إلى إعجاب موعد، فقصة حب بين الإعلامية أميمة تمام ومايسترو السياسة الخارجية المصرية دكتور أسامة البار. هي جت مرة تعمل حديث معايا، فعجبت بأنها عندها بتملك أولا جادة، وبعدين بتدرس الشيء قبل ما يتكلم فيه، ما بتاخدوش المسائل سطحيا، بتبقى دارسة الموضوع عن عمق، وشوف أنها جمعت معلومات، وبعدين في لغتها زي ما حضرتك قلت رصينة، وبعدين بتدي شيء أصوله. هو يعني الدكتور أسامة الباز على بعضه هو تركيبة كده لا تتكرر. يعني لسه قبل ما انزل كنت بقوله تركيبة ما تتكررش، زي برضو حكاية الكيمياء دي، بتلاقي شخصية الإنسان خلطت حاجات على بعض. احنا فجأة لقينا انه احنا بنتكلم الكلام مش عايز يخلص، عايزين نتكلم تاني، نتكلم في التليفون، طب عايزين نشوف بعض تاني، نشوف بعض، نبقى عايزين نشوف بعض اكتر، نشوف. يقول لي طب تعالي احضري معايا معارض، احضر معارض. فبدات العلاقه تتعمق شيئا فشيئا، لحد ما بعدها بسنه ونص سنتين كده كان الزواج. لما الحد يبقى عارف الشخص الثاني، تعرف اليه عن قربه، بس اخذ الفكره طيبه، حتى لو كانت فكره وقت قصير، مبقاش محتاج لخطوبة طويلة. أميمة اليوم بتعتبر نفسها محظوظة جداً لأن ارتبطت بشخصية مثل دكتور أسامة الباز يلي أصبح مستشار الأول بكل الأمور الحياتية. تلاقي في شخصيته جوانب متعددة، تحس إن شخصيته فيها الأب وفيها الإبن وفيها الأخ وفيها الصديق وفيها الحبيب. أنا بتكلم كمان على نفسي، شخصيته البعد الإنساني فيها، ويمكن ده ناس كتير يعني بيلاحظوه بس ما يعرفوش الى هذه الدرجه، البعد الانساني فيها اكبر بكتير جدا واعمق من البعد السياسي اللي الناس منبهره بيه. اما الدكتور باز فوجد بأميمة السيد المثقفه يلي قدرت من خلال حوار رقيق تدخل على قلبه بدبلوماسيه مطلقه. الحياه الزوجيه عباره عن ايه؟ لازم تكون تفاهم بين الاثنين واضافه لحياه كل منهما، وليست اقتطاعا من اي واحد منهم. ما يبقاش حاسس حد ان حريته قيادة، وانه كان في حاجات بيحب يعملها دلوقتي ما يقدرش يعملها. على ذكر مصر، كان في حاكم لمصر اسمه برقوق. نعم. فحب وحدة من عامة الشعب، ويعني حبته بالسر وتجوزها، بس مات هو، لبست مثله، حكمت 10 سنين. هيدي كمان ما كانت من العيلة المالكة. ايه مزبوط. شفنا شوي هلا زواج كمان الأمير فيليبي بمقدمة البرامج أو الإعلامية، وزواج أسامة الباز بمذيعة. قلتي لما تكذبي تعملي مذيعة وتخليتي، رجعي فكري فيها، يمكن ترجع. يلا شو بعرفك اذا كان عملتي مقابله، شو رايك؟ مش هاجي انا، خلاص مش عايزه بقى. انا مش عايزه خالص، انا عايزه افضل كده. بتعرفي اتركي هالموضوع. وعلى حب بنسي حب. الحب يطرد حبا اخر. شو رايك بهالموضوع جولي؟
هل الحب هو ما بينتسى إلا إذا بدأ حب جديد؟ بفتكر بس هلا الحب اللي عم تحكي عنه ست صباح يعني مش يعني هو هالبداية الحب هو الغرام. نعم. يعني إذا ما كفى وصل للكمال بالحب إيه ممكن تنتقل من حب لحب لحب لحب. ما حدا بيوصل للكمال كل حب بالحب. بيخلي فيك جروحات إذا ما وصلك ل. إيه أنا مثلا عندي فكرة كفناني عن الحب مش منيح. بس يمكن الناس العاديين أكيد حياتهم طبيعية وبحبوا وكل شيء. بالنهاية الحب إلى الأبد هو وهم يجب أن نعترف به. الحب أي شعور يلي حكينا عنه بالبداية جولي، الحب يلي بيخلي الإنسان يكون بحالة فرح وحالة شغف قوية ينتهي، ويجب أن ننتقل بالثقافة من الحب يلي هو عاطفة فقط ورغبة فقط إلى التواطؤ، الحب التواطؤ، حب التعارف والتودد والتقارب وقبول الآخر مثل ما هو. صحيح أنه صبوحة ما بدها بتحب أول فترات الحب إيه بعدين بس بتعرفهم بعدين مش حزنين، بس الواحد يكون في حدا بحياته بغنج مرته كتير، بس إذا حب وحدي ما بعد يغنج. عندي كتير أفكار، قاموس في الحب على كل حال، لا ينتهي، تنتهي الحلقة ولا تنتهي. إيه أنا مش مثل لحدا، مش مثل بموضوع على كل حال. عندك رأيك الخاص فيه، ويمكن أنت يعني مارست الثورة على بعض المقاييس. أنا مثل إنه بحمل، لازم يكون كل إنسان قد الحمل، قد الحمل يحمل كتير. ونتأمل لك حب جديد حلو وشاب ويكون بليق فيكي. نتأمل نتمنى لحبيبي أن تمسح دموع الحب دموع الحزن، وأن تلتقي برجل الأحلام وزوج المستقبل، يكون عندك أولاد تعيشوا في سبات ونبات تخلفوا صبيان وبنات. جوري مرسي على مراحل الحب اللي فسرتي لنا إياها، في قصص كثيرة ممكن تنقال، إنما الوقت يضيق والحب يتسع للعالم بأجمعه. شكرا لمرلان وعبدو كمان على حبهم على الإنترنت وشهادتهم على أنه التقوا عبر الانترنت او التقي عبر الانترنت وتم الزواج، وان شاء الله تعرفوا حياة سعيدة وتكون ما يخزلكم الانترنت بالحقيقة. ملتقانا الاسبوع المقبل.